إنجاز جديد يضاف إلى الإمارات لتعزيز مكانتها كنموذج يحتذى به على مستوى العالم في تحقيق أعلى معايير كفاءة الطاقة. تمثل ذلك في تدشين أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في واحد دبي للسيليكون، بما يعد خطوة نوعية نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير بيئة صحية وهواء نظيف. وتتبنى واحد دبي للسيليكون مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإتمام هذا المشروع الحيوي والمهم.